اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدر، هنتكلم ان شاء الله على ميزه الجدي البور في قلب القطيع بتاعنا، البور الاصلي. الجدي البور الاصلي ايه الميزه وايه الفائده اللي ممكن استفادها منه، او ايه الربح اللي ممكن يعود عليا من جدي البور الاصلي غير اللي هو بيلقح القطيع بتاعي وبيزود الانتاج عندي. تمام، الميزه دي محدش اتكلم فيها كتير قوي، بس طبعا قبل ما نتكلم في الموضوع ده احب افكر الناس اللي معايا تصلي على الحبيب المصطفى عشان ربنا يبارك في الايه في المشروع ان شاء الله. مبدئيا كده لو ربنا كرمك وجبت تيس اصلي، تمام، اللي احنا قلنا تمنه تقريبا بيبدا من 20,000 جنيه، ممكن في خلال سنتين تجيب حقه وانت قاعد مرتاح. طيب ازاي يا عم احمد؟ طبعا لو عندك جدي دم كامل، تمام، بتعرف البلده اللي انت فيها اللي انت عندك جدي مستورد او ابن مستورد دم كامل، حلو الكلام، بتلقح منه للناس اللي حواليك، لقرايبك، للبلد اللي جنبيك، للبلد اللي انت فيها، فمن هنا بتقدر تلم حق الجدي في خلال سنتين بالظبط. سنتين لو انت جايبه ب20,000 جنيه ولقحت الحتة ب500 جنيه بس، يعني لو لقحت الحتة ب500 جنيه، لو لقحت 2 في الشهر ادي 1,000 جنيه في الشهر، في السنة ب12,000 جنيه، خلي في السنة 10,000 جنيه هتلم حقه ان شاء الله في سنتين غير ما هو شغال بينتج عندك في القطيع. يعني بمعنى صح المشروع مربح ان هو لدرجة ممكن يصرف على القطيع بتاعك. لو عندك القطيع مكون من 5-6 حتت وهو تمام هياكله بتاع 1,000 جنيه بالشهر، هو ممكن يجيبه لك عن طريق التلقيح فقط لا غير.